عايز ارجع لكم قبل ما اطلع فاصل وقبل ما ينضم لي الكابتن محمد صلاح والكابتن رامي سعيد. عايز اكلمكم النهارده في حاجه حصلت في ماتش الزمالك. انتوا عارفين ان في كل ماتش بعد الماتش الرابطه بتختار مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه، واللعيبه بتطلع اللعيب اللي تم اختياره بيطلع يختار بياخد جائزه رجل المباراه وموضوع عادي. انما النهارده في الزمالك اللي حصل ان زيزو والزمالك رفض ان يبقى فيه لعيبه من عنده ياخدوا جائزه رجل المباراه او ان هو يستلم جائزه رجل المباراه. السبب الرئيسي ان اعتراض الزمالك على الشكل اللي معمول بيه تصويت الجائزه بتاع الجائزه بتاعه الاسبوع بتاع جائزه يعني جائزه لاعب الاسبوع، وبناء عليه زيزو خد تعليمات من امير مرتضى ان هو ما يطلعش ان هو يستلم الجائزه. وهنا انا دايما برضو بشوف اللي احنا بنعمله صح ولا غلط وايه اللي احنا المفروض نعدله. انا رايي ان موضوع جائزه لاعب الاسبوع ده لازم يتم اشراك الجماهير فيها، لكن اشراك الجماهير يبقى بنسبه صغيره، ويبقى في لجنه من اساطير كره القدم واساطير الدوري المصري يبقوا كلهم كل واحد بالرساله رساله بيبعتها لك بيقول لك رجل الاسبوع هو الشناوي هو زيزو هو ايا كان مين صالح جمعه لياو انور ايا كان مين، ويبقى في برسنتج او نسبه مبنية على صوت الجماهير، لكن النسبة دي ما تعديش 10-15%. والأساطير دول مثلا 10 بيبعتوا يكتبوا كذا 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 كذا، وانت بناء على التصويت بتختار. هو ده اللي بيحصل في العالم كله يا جماعة، فيش في العالم كله حد بيخلي ان الجمهور بس دي اسمها بقى جايز الجمهور، دي حاجة تانية ملهاش علاقة بقى بالرابطة. طب انا متاكد ان في دلوقتي ناس بتتفرج عليها تقول لك يا عم ميدو انت بتفتي كل شويه بقى تقول لنا بقى وتطلع لنا وبتاع، والله انا ما بخترعش العجله ولا بفتي، انا هوريكم دلوقتي البريمير ليج بيختار لعيب الشهر ازاي، بيختاروا ازاي اهو، كيف يتم اختيار جائزه لاعب الشهر في الدوري الانجليزي، شوفوا الناس بتشتغل ازاي. تمام، عندهم لجنة خبراء بتضم 30 اسما من النجوم السابقين من الأساطير زي ما أنا بقول لكم، أبرزهم طبعا آلان شيلر، جيمي كارجر، ريو فيردناند، رايان جيجز، جاري نيفل، إيان رايت، هاري ريدناب، جيمي ريدناب، أسماء كتيرة أسماء كتيرة. تمام، بيتم التقسيم إزاي بقى؟ أول حاجة تصويت قادة جميع فرق البريمير ليج، تصويت الجمهور ما بيعديش 10%، هو 10% الجمهور. شايفين يا جماعة أنا جبت لكم نموذج والموديل بتاع البريمير ليج عشان ما حدش، أنا متأكد إن في ناس تتفرج عليا يقول ميدو أنت بتعمل، لا أنا بقول لكم الناس بتشتغل إزاي. لاعب الشهر في البريمير ليج أنا جبته لكم أهو، 10% تصويت الجمهور، الباقي كله باقي كله ال 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 لجنة خبراء ولجنة اجيب بقى النهارده اسماء كل الاسماء. الدوري المصري مليان اساطير، كل ويعمل تنوع وتوازن. ثلاثة اعمل مثلا لو سي مثلا لو هتعمل مثلا 20 اسطوره 20 ليجند، جيب 2 من الزمالك 2 من الاهلي 2 من الاسماعيلي 2 من الاتحاد 2 من المصري كذا، واعمل يعني طبعا كل الانديه الناس اللي ليهم تاريخ كبير، واعمل ان الناس دي بتصوت بتبعت لك تقول لك ان نمره 1 فلان نمره 2 نمره 3 فلان، وتقعد تعمل الكالكوليشنز بتاعتك والحسابات بتاعتك. فبالتالي وبرده جيب صوت تصويت الجمهور ادي 10% واعمل حسبتك وقول ان رجل الاسبوع كذا. يبقى انت كده ايه؟ اول حاجه خرجت نفسك من مشكله، ابعد عن المشاكل، ده نمره 1. نمره 2 ان انت بقى في عدل في الموضوع، ان موضوع ان الناس بتختار وتبقى متاكد ان الاسماء اللي بتختار دي ما تبقاش اسماء من الاسماء الناس اللي بتطلع في التلفزيون وكل همهم ان هم يعملوا ارضاء جماهيرنا ديهم فقط،
بغض النظر على اللي بيقولوا ده حق ولا مش حق، مش مشكله، المهم ان انا الناس تشوفني والناس يبقى انا واخد كل العناوين والهيد لاينز والترند بتاع. ابعد عن الناس دي، الناس دي معروفه، الناس دي ايه، يبقى انت ما عملتش حاجه هيغرقوك، ما عملتش حاجه هيغرقوك. نداء الى رابطه الانديه، نداء الى رابطه الانديه، احنا مش عايزين مشاكل النهارده، احنا عايزين يبقى في سيستم. اعمل حضرتك لجنه من 10 افراد، جيب في كباتن، كباتننا الكبار كلهم يعني كلهم ناس يعني ربنا يديهم الصحه، جيب كده ناس 10 افراد يختاروا الجوله بتاعت الاسبوع، وكون انت متاكد ان هم الناس دي فعلا الناس عندهم عدل، ما يكونش ان هم ناس اللي هم بتوع اللي الناس تطلع، الناس اللي بتطلع تبيع، بتبيع وخلاص، بتبيع كلامه وخلاص، دول اللي هيغرقوك. اختار 10 اسماء، ال 10 اسماء دول يعملوا لك فوتنج، يعملوا لك تصويت زي ما بيحصل في انجلترا في البريمير ليج. وارجوكوا بلاش جوله الاسبوع، خلوها لاعب الشهر، خلوها لاعب الشهر ومدرب الشهر، مش قصه، الموضوع بسيط. وانا جبت لكم الموديل اللي ازاي الناس بتشتغل في انجلترا في البريمير ليج، دخلنا وقرينا والشباب بتوع فريق الاعداد اشتغلوا عشان نوري لحضراتكم الحقيقه فين، الحقيقه فين، عشان يبقى فيه عدل وعشان يبقى فيه كلام مظبوط طبعا.